طيب لما بتكلم بقى على السيلكشن بتاع الار اف بالس فليب انجل، انا بختار الار اف بالس فليب انجل على اساس ايه؟ لو انا بتكلم على 90 ديجري فليب انجل، اوكي 90 ديجري فليب انجل معنى كده الماجنتايزيشن بتاعي بعد ما كان في الزي دايركشن او في اتجاه البي زيرو بقى كله موجود في اتجاه الاكس واي، اوكي بقى كله موجود في الترانسفيرس بلين. فمعنى كده انا هنا كل اللي كان عندي يعني كل الماجنتايزيشن نت ماجنتايزيشن بتاعي كله بقى موجود هنا، فيبقى اعلى سيجنال تو نويز ريشيو ممكن ان انا اخدها. اوكي لو انا بتكلم على 180 ديجريز بقى يبقى معنى كده بدل ما كنت في اتجاه الزي بلين بقيت في عكس اتجاه الزي بلين، بقيت في اتجاه ايه؟ في اتجاه اللي تحت هنا كده، في اتجاه عكس اتجاه الزي. طب دلوقتي ال 180 درجه دي هل هتديني سيجنال؟ لا اكشن مش هتديني سيجنال، يعني ما اقدرش اقيس لها حاجه في الاكس واي بلين. اي حاجه موجوده في الاكس واي بلين نقدر نقيسها، اي حاجه موجوده في اتجاه الزي ما اقدرش اقيسها. فمعنى كده ال 180 درجه دي ما اقدرش ان انا اجيب بيها سيجنال، ما اقدرش ان انا استعملها واجيب بيها سيجنال، انما هشوف لها فايده مهمه جدا بعد شويه صغيرين. لو انا بتكلم على حاجه بقى اسمها بارشال فليب، بارشال فليب دي معناها ان انا بدل ما بنزل بالانجل بتاعتي 90 درجه لا بنزل بثيتا، ثيتا دي ممكن تبقى اقل من 90 درجه. اوكي ثيتا دي بيبقى لها كومبوننت على الاكس واي وفي كومبوننت ثانيه في الزي. اوكي دي هنلاقي ان فيها ميزه الحقيقه في الفاست ايمجنج سيكونسز، ان انا بخلي فيه عندي جزء من الماجنتايزيشن موجود بحيث ان انا اقدر بعد كده استعمله. الحاجه اللي بتروح في اتجاه الاكس واي بلين دي على بال ما بترجع تاني في اتجاه الزي عشان اقدر بعد كده استعملها في حاجه بيبقى بتاخد وقت طويل الحقيقه. فيعني بيبقى في ميزه ان انا بدل ما اخد السيجنال كلها او اخد النت ماجنتايزيشن كله لا اخد جزء منه واخلي الجزء التاني ده بعد كده استعمله في حاجه تانية. اوكي فالبارشال فليب هو عباره عن ان انا بعمل فليب انجل ثيتا اقل من 90 درجه بحيث ان يبقى في عندي كومبوننت على الاكس واي اقدر اقيسها وفي كومبوننت تانية ستيل في الزي ما بقدرش اقيسها بس انا ممكن استعملها بعد كده في ابلكيشن تاني.